بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهاردة ان شاء الله هنبتدي اول سكشن من سكاشن السي ان اس موديول. يا رب بس تفهموا كويس ان شاء الله وتستقبلوه كويس ويكون الشرح قريب. يعني اول سكشن ان شاء الله هنبتدي بالسوماتيك سنسيشنز. تعالوا نتعرف كده اول حاجة ايه هي السنسيشنز او ايه الكلاسيفيكيشن اوف سنسيشنز. عموما انا عندي اربع انواع اساسيه من السنسيشنز: سوماتيك وسبيشال وفيسرال واورجانيك سنسيشن. السوماتيك سنسيشن دي اللي هي اي سنسيشن جاي من السكن او من الديب ستراكشرز. المقصود بالديب ستراكشرز هنا المصل او التندون او الليجامنتس او حتى الكبسول بتاعه الجوينتس. السبيشال سنسيشن اللي احنا كلنا عارفينهم برضو اللي هو الفيجن، الهيرينج، التيست، السميل. والفيسرال سنسيشن هو اي سنسيشن جاي من الفيسرا. والاورجانيك سنسيشن هي اي سنسيشن مطلوبه لبقاء النوع كبني ادمين، يعني زي هانجر، ثيرست اند سيكشوال ديزاير. دي احاسيس اساسيه مطلوبه لبقاء النوع. اللي يهمني في الاربع انواع دول واللي هنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله هو السوماتيك سنسيشن اللي هو زي ما اتفقنا اي سنسيشن جاي من السكن او الديب ستراكشرز. تعال نشوف مع بعض ازاي نقدر نقسم السوماتيك سنسيشن. كلاسيفيكيشن اوف سوماتيك سنسيشنز، اول حاجه اقدر اقسمه على حسب مركز الادراك او السنتر اوف بيرسبشن بتاع السنسيشن. اقسم السوماتيك سنسيشن اكوردنج تو سنتر اوف بيرسبشن الى بروتوباثيك سنسيشن او كروت سنسيشن وابيكريتيك سنسيشن او فاين سنسيشن. ايه قصة البروتوباثيك والابيكريتيك دي؟ احنا بنقول ان كلمة كرود دي، كرود معناها المادة خام، في المعجم دي هتلاقيها معناها المادة الخام، يعني كأنه هو بيقولك ان الكرود سنسيشن ده الاصل في السنسيشن. السنسيشن ده موجود ولا لا؟ مجرد وجود السنسيشن. يعني انا لو هديلك مثال بالتاتش، لو اقول ان في حاجة اسمها كرود تاتش هقولك ده معناه حاسس باللمس ولا مش حاسس. لكن لو قلت لك epicritic sensation أو fine sensation، في حاجة اسمها fine touch، لا ده انت كده مش بس حاسس اللمسة، لا ده انت تقدر تحدد مكانها وتقدر تحدد شدة اللمسة كمان أو شدة الاستيمولوس بتاعك. يبقى البروتوباثيك sensation ده perceived على مستوى الثالاموس، مركز الإدراك بتاعه الثالاموس، وبيبقى crude sensation الأصل في السنسيشن. كل السنسيشنز في منها crude وكل السنسيشنز في منها fine. الكرود تاتش مثلا زي ما اتفقنا حاسس باللمسة ولا لا، طب في كرود بين حاسس بالبين ولا لا، لكن ولا قادر تحدد مكان ولا قادر تحدد نوع البين ولا قادر توصفه. اللي يخليك تقدر تحدد مكانه او توصفه لو مركز الادراك بتاعك ساعتها كان السريبرال كورتكس. يبقى لو السنتر اوف بيرسبشن الثالاموس هسميه بروتوباثيك سنسيشن، هسميه كرود سنسيشن. لو السنتر اوف بيرسبشن هو السريبرال كورتكس هسميه ابيكريتيك سنسيشن او fine sensation. ولان طبعا السريبرال كورتكس دي اعلى مركز تحكم في الجسم، فتلاقي انها بتدي مميزات للسنسيشن بتاعها، تخليك تحدد مكان فيبقى well localized، تخليك كمان very sensitive، مش محتاج threshold عالي من الاستيمولوس، فيبقى low threshold stimulus يديك السنسيشن. البروتوباثيك سنسيشن بيبقى poorly localized ومحتاج high threshold stimulus. هقول لك تاني على المقارنه ما بين البروتوباثيك والابيكريتيك سنسيشن كمان شويه، بس نكمل الكلاسيفيكيشن اوف سوماتيك سنسيشن. باول حاجه اكوردنج تو سنتر اوف بيرسبشن في بروتوباثيك او كروت سنسيشن وفي ابيكريتيك او فاين سنسيشن. تاني حاجه اكوردنج تو سايت اوف ريسبتورز، على حسب مكان الريسبتور، في سوبرفيشال او بسميه اكستيروسبتيف سنسيشن لو الريسبتور بتاعته موجوده في السكن، وفي deep sensation الريسبتورز بتاعته موجودة في الديب structures، وفي mixed sensation انه sensation يكون محتاج عمل نوعين الريسبتور مع بعض superficial والديب عشان خاطر يديك السنسيشن ده، فسميه mixed sensation. superficial او exteroceptive، deep و mixed. according to type او modality على حسب النوع بتاع السنسيشن، في mechanical، في thermal وفي pain. الميكانيكال سنسيشن هو الموضوع الاساسي بتاع اللي هتكلم عليه. الميكانيكال سنسيشن هرجع اقسمه تاني يا تاكتايل له علاقه باللمس، يا
يا بروبروسبتيف له علاقة بالبوزيشن بتاع الجسم. التاكتايل سنسيشن في منه التاتش اللي هو اللمس والبريشر والفايبريشن، والاستيريوجنوزس ده اللي هو الإحساس أو التعرف على المجسمات، إن أقدر أتعرف على حاجة ماسكها في إيديا كده من اللمس، كل ده تاكتايل. البروبروسبتيف سنسيشن بنرجع نقسمه، يا إما إحساسي وأنا واقف ثابت بوضع ثابت وأنا واخد وضع ثابت ده sense of position، يا إما إحساسي وأنا بتحرك sense of movement. يبقى البروبروسبتيف سنسيشن أي حاجة لها علاقة بوضعية الجسم، سواء في الثبات sense of position أو في الحركة sense of movement، والاتنين تبع البروبروسبتيف سنسيشن، والبروبروسبتيف هو والتكتايل سنسيشن تبع الميكانيكال سنسيشن. يبقى according to type أو modality في عندي ميكانيكال وكيميكال وثيرمال وبين، في كيميكال كمان ممكن، والميكانيكال بيتقسم لتكتايل وبروبروسبتيف. التكتايل فيها touch وpressure وvibration وstereognosis، والtouch زي ما لسه متكلمة من شوية ان ممكن يكون في منه كرود وفي منه فاين، في حاجة اسمها كرود تاتش وفي حاجة اسمها فاين تاتش، ودول هنتكلم عليهم بالتفصيل. يبقى الكلاسيفيكيشن اوف سنسيشن، اتفقت ان انا عندي اربع انواع اساسية من السنسيشن اللي هو السوماتيك سنسيشن والسبيشال والفيسرال والاورجانيك سنسيشن، ورجعت قسمت السوماتيك سنسيشنز اللي جاية من السكان والديب ستراكشرز دي، في منها على حسب السنتر اوف بيرسبشن، في منها بروتوباثيك وفي منها ابيكريتيك، في منها كرود just the sensation، وفي منها الفاين اللي حدد مكان وحدد شدة، وعلى حسب مكان الريسبتور في superficial وديب وميكسد، وعلى حسب التايب أو الموداليتي في ميكانيكال وثيرمال وبين. ورجع قسم الميكانيكال لللمس والوضع الجسم، التكتايل والبروبروسيبتيف. التكتايل فيها touch pressure vibration وستيريوجنوزس، والبروبروسيبتيف فيها sense of position وsense of movement، والتاتش في منه كرود وفاين. تعالوا نعمل مقارنة بسيطة كده بين البروتوباثيك سنسيشن والإبيكريتيك سنسيشن، أو بين الكرود سنسيشن والفاين سنسيشن. البروتوباثيك سنسيشن السنتر أوف بيرسبشن بتاعها أو مركز الإدراك هيكون الثالاموس، وبتكون بولي لوكالايز، مش بيقدر يحدد المكان قوي، ومحتاجة هاي ثريشولد ستيمولس. مثال بتاعنا سلو بين، extreme grades of temperature و crude touch. الcrude touch زي ما اتفقنا مجرد حاسس باللمس ولا لا، والextreme grades of temperature ان شخص يكون حاسس بدرجة الحرارة العالية قوي او المنخفضة قوي، ما بينهم ما بيقدرش يميز قوي درجات الحرارة. slow pain والfast pain هناخده بتفاصيله ومقارنة ما بينهم في البين ان شاء الله. فالbrutobasic sensation تحسه اصل السنسيشن، لسه ما انضفتش عليه الرقي اللي بيضيفه السريبرال كورتكس. الابيكريتيك سنسيشن بقى لا، دخلت السريبرال كورتكس في الموضوع، فبدت ادت شويه مميزات للسنسيشن، خلته بقى ويل لوكالايزد، وبقى الثريشولد ستيمولس بتاعه قليل، مش محتاج هاي ثريشولد ستيمولس. طيب اديني مثال على كده برضو. الفاست بين فاين جريدز اوف تمبريتشر زي ما اتفقنا، هو في البروتوباسيك حس بالإكستريم grades of temperature، الإبيكريتيك الفاين grades of temperature بيقدر يحس بيها، والفاين touch زي ما اتفقنا انه هيحدد مكان او شدة الستيمولس بتاعه. يبقى ده الفرق بين البروتوباسيك والإبيكريتيك sensation. البروتوباسيك الأصل في السنسيشن، الإبيكريتيك المميزات اللي هتضيفها سريبرال كورتكس على السنسيشن ده، إنك تقدر زي إنك تقدر تحدد مكانه وتقدر تحدد شدته وتقدر توصف نوعه زي البين مثلا، يقدر بالظبط يقولك ده في حرقان هنا، لا ده أنا حاسس بشكة، ده أنا حاسس بتنميل، كل ده شغل السريبرال كورتكس. عايز أقولك إن كل السنسيشنز في النهاية المفروض إنها بتروح على السنسوري كورتكس، كل السنسيشنز في النهاية اللي جاية من الاسكان او الديب ستراكشرز دي وماشية في النيورونز وماشية في الباسوي بتاعها، توصل في النهاية برضو للسنسوري كورتكس، لان السريبرال كورتكس هي متحكمة في كل شيء في جسم الانسان. هديك برضو حاجة تفهمك اكتر قصة البروتوباسيك والابيكريتيك سنسيشن. دلوقتي انا عندي حاجه اسمها كروت تاتش، ده بيرسيفد على مستوى الثالاموس، وعندي حاجه اسمها فاين تاتش، ده بيرسيفد على مستوى السيريبرال كورتكس. لو لا قدر الله الشخص حصل له مشكله في السيريبرال كورتكس، هل هيفقد التاتش سنسيشن تماما؟
الإجابة في الأول آه، بعد كده ترجع السلمس تستعيد الكروت تاتش، يرجع بقى يشعر باللمس فقط، لكن لا يقدر يحدد مكان ولا يقدر يحدد شدة. فدي حاجة كده بتحاول توضح أو توضح لكم شوية الفرق بين الكروت تاتش والفاين تاتش أو الكروت سنسيشن والإبيكريتيك سنسيشن. طيب قلت لي في التقسيمة رقم 2 انه ممكن اقسم على حسب مكان الريسبتور لسوبرفيشال او اكستيروسبتيف، لو الريسبتورز في السكن زي مثلا الاحساس باللمس او البين او التمبريتشر، ممكن اقول ديب سنسيشن لو الريسبتورز موجودة في الديب ستراكشرز زي السنسيشن بتاع البروبريسبشن سواء sense of position أو sense of movement. ممكن يبقى mixed sensation لو احتاج أكتر من نوع من الريسبتور يشتغلوا في نفس الوقت عشان يوصلوا لي السنسيشن ده، زي الإحساس بالمجسمات أو الستيريوجنوزس زي ما هنشوف بالتفصيل إن شاء الله إزاي بيتم. تعالى أقول لك أول حاجة كده قبل ما نبتدي نشوف التستات بتاعتنا ايه وهنختبر مين وهنعملها ازاي بالظبط. في عندي حاجة كده اسمها general precautions. في الاول كده لازم ناخد بالنا من النقط دي، انك قبل ما تعمل اي sensory examination لازم في الاول تشرح للعيان انت هتعمل له ايه، لازم توصف للعيان التست اللي انت هتشتغله ده هيتم ازاي وهتقوم بيه ازاي، لان المفروض في البريكوشن رقم 2 انه العيان هيغمض عينه اثناء التست، فلازم يكون عارف الاول هيحصل ايه بعد ما يغمض. النقطة الثالثة انك وانت بتعمل السنسوري اكزامينيشن لازم تعمل الاكزامينيشن بتاعتك او الفحص بتاعك او التست بتاعك بايلاترال على نصين الجسم على الناحيتين والسيمتريكال متماثل نفس النقطة هنا ونفس النقطة هنا. يعني مثلا لو انت هتعمل اختبار للتاتش وهتلمس ظهر الايد الشمال يبقى بالمقارنة مع ظهر الايد اليمين في نفس النقطة، سيمتريكال نفس النقطة على نص الجسم اليمين ونفس النقطة على نص الجسم الشمال، بيمشي بالمقارنة ما بين نصفي الجسم. تمشي كمان وتتحرك سيستماتيك، يعني هتبتدي ازاي؟ لو انت هتشتغل على الاطراف على الايدين مثلا هتبتدي من الديستال للبروكسمال، يبقى انت بتتحرك من اطراف الاصابع لحد ما تتحرك لاخر الدراع ناحيه الشولدر من الديستال للبروكسمال. طب افرض لو انا بعمل الاكزامينيشن ده على الفيس اتحرك ازاي؟ برضو كاننا قاسمين الفيس نصين، نص شمال ونص يمين، وهتحرك من اللاترال للميديال يبقى بايلاترال تقسم الجسم نصين وتشتغل بعد ما تخلص يمين تشتغل شمال، او لو انت ابتديت بالشمال بعد ما تخلص شمال تقارنه باليمين بنفس النقطة على النص التاني من الجسم، يبقى بايلاترال سيمتريكال متماثل سيستماتيك. هشتغل يا اما من الديستال، هبتدي بالترتيب بتاعي من الديستال للبروكسيمال، او لو انا على الفيس ببتدي من اللاترال للميديال، بتجه من بعيد من ناحية الاذن كده لناحية النوز. With the same strength بنفس القوة، عشان ما يبقاش الخطأ منك انت لازم تشتغل بنفس القوة بتاعت الاستيميوليشن، نفس قوة الاستيميولس على نصفي الجسم، عشان ما يبقاش في ناحية كان اتقل من التانية فحس هنا وما حسش هنا وتبتدي الدنيا تتلخبط. يبقى عندي general precautions هحافظ عليها قبل ما ابتدي، وشوف التست اللي عندي ايه. explain the test، close eyes قافل عينين العيان، do the test bilateral على نصين الجسم وsymmetrical نفس النقطة في النص اليمين تقارنها بنفس المكان في النص الشمال، systematic ابتدي بنظام معين، ابتدي منظم من الديستال للبروكسيمال ومن اللاترال للميديال with the same strength. عرفت الجنرال بريكوشن، تعال بقى ناخد اول تيست معانا اللي هو الكرود تاتش. يطلع ايه الكروت تاتش ده؟ طبعا من التقسيمه اللي احنا لسه قايلينها من شويه لو رجعنا لها تاني كده بسرعه، الكروت تاتش ده كان تبع ايه؟ ده كان تبع التكتايل سنسيشن، تبع الميكانيكال سنسيشن. طيب على حسب السنتر اوف بيرسبشن هو بروتوباسيك ولا ايبيكريتيك؟ الكروت تاتش بروتوباسيك سنسيشن. على حسب مكان الريسبتور هو سوبرفيشال سنسيشن ولا ديب ولا ميكسد؟ لا سوبرفيشال، ده الريسبتورز بتاعته موجوده في السكن. على حسب الموداليتي او التايب هو ايه؟ هو ميكانيكال سنسيشن. فما اجي اعرفه هقول ان هو بروتوباسيك سوبرفيشال ميكانو ريسبتيف سنسيشن
واخر حاجه في التعريف which doesn't need integrity of cerebral cortex، يعني perceived على مستوى الثالاموس، يعني لو في مشكله في السيريبرال كورتكس هيرجع الكروت تاتش يتحس بالثالاموس. which doesn't need، مش محتاج صحه وسلامه، كلمه integrity يعني صحه او سلامه السيريبرال كورتكس. اول حاجه الديفينيشن. نمره 2 ريسبتورز. مين هي الريسبتورز اللي بتحس بالكروت تاتش؟ الريسبتورز بتاعتي free nerve ending hair end organ، يعني بنحاول عشان نقدر نحفظهم نحاول نسكمها اي حاجه تساعدنا على الحفظ، يعني هنقول ان هي two ending، كلمه end ظهرت مرتين free nerve ending و hair end organ. لو ناخد بالنا من نوعية الريسبتور هنلاقي ان الهير اندو اورجان دي اكيد مرتبطة بالاماكن اللي موجود فيها هير فقط، عشان كده هنلاحظ ان الكروت تاتش افضل في المناطق الهيري عن النون هيري بارتس، لان المناطق الهيري هيتوفر فيها الفري نيرف اندنج والهير اندو اورجان، لكن النون هيري هيكون فيها الفري نيرف اندنج فقط. وطبعا كل ما كان انواع الريسبتور اللي بتحس بنفس السنسيشن اكتر وعددها اكتر كل ما كان السنسيشن افضل. يبقى الكروت تاتش better in hairy parts than in non-hairy parts. ليه؟ عشان في الهيري موجود نوعين الريسبتور. لو نشوف الصورة اللي قدامنا دي كده، عندي ده شكل الفري نيرف اندنج من فوق اهوت، ادي الفري نيرف اندنج، نهايات عصبية عادية جدا مش كابسوليتد ولا حواليها كابسول ولا اي حاجة خالص. وفي عندي طبعا حوالين الهير فوليكل زي ما احنا شايفين كده، دي اسمها الهير اند اورجان او ساعات بيسموها روت هير بليكسوس، بس الافضل اللي موجود عندك في الكتاب برضو اللي هي هير اند اورجان. زي ما احنا شايفين كده نهايات عصبية موجودة حوالين او مرتبطة بالهير فوليكل، فمنطقي مش هلاقيها الا في الاماكن اللي فيها هير. في الصورة دي برضو موضحة الريسبتورز بتاعة أنواع تانية من السنسيشنز زي ما هناخد كمان شوية، بس اللي أنا شايفه منهم دلوقتي الفري نيرف اندنج والهير اند أورجان، دول الريسبتور بتاعة الكرود تاتش. الباسوي اللي بينقل الكرود تاتش سنسيشن، طبعا باسوي يبقى لازم هتكلم عن ريسبتور بيبتدي بريسبتور، ولازم أحدد نوع الأفرنت بتاعي، اي نوع من انواع النرف، هل A ولا B ولا C، والA هل الفا ولا بيتا ولا دلتا، لازم ابقى محدد نوع الافرنت بتاعي واكمل واشوف الباسوي بتاع الكرود تاتش. عايز اقولك انه في اي باسوي هتكلم عليه النهاردة ان شاء الله هناخد 2 باسوي، هاخد الباسوي بتاع الكرود تاتش وهاخد الباسوي بتاع الفاين تاتش. عايزاك واحنا بنقول الباسوي تخلي بالك من نوع الريسبتور ومن نوع الافرنت ومن انه هل الافرنت اللي دخل السي ان اس او السباينال كورد ده هيعدي هيعمل كروسنج جوه السباينال كورد للاوبوزيت سايد ولا مش هيعدي في السباينال كورد. ما هو احنا كده كده لازم الافرنت اللي هيخش هيعمل كروسنج للناحيه الثانيه للاوبوزيت سايد، زي ما احنا عارفين ان نص الجسم او نص السريبرال كورتكس الشمال متحكم في نص الجسم اليمين ونص السريبرال كورتكس اليمين متحكم في نص الجسم الشمال، فمنطقي ان السنسيشنز اللي جايه من ناحيه الشمال عشان يبقى متحكم فيها نص السريبرال كورتكس اليمين يبقى هتدخل جوه السي ان اس وتعدي للناحيه الثانيه وتطلع لمكانها في نص السريبرال كورتكس المقابل. طيب الكروسنج ده بقى بيتم جوه السباينال كورد ولا في مكان اخر؟ نخلي بالنا من مكان الكروسنج في كل باسوي هنقوله. نبتدي مع بعض بالباسوي اوف كرود تاتش. بص معايا كده، اول حاجه حددها هو نوع الريسبتور زي ما اتفقنا اللي هو الفري نيرف اندنج وهير اند اورجان. الكرود تاتش كمان مره هو بروتوباثيك سنسيشن perceived على مستوى الثالاموس، doesn't need integrity of cerebral cortex، وهو superficial sensation. طبعا من الحاجات التانية المطلوب منك تعرفها التراكت اللي بيشيل الكروت تاتش او الباسوي بتاعه. بعد الريسبتور اول حاجة نوع الافرنت بتاعي A دلتا و A بيتا، برضو A دلتا او A بيتا. وبعدين اللي مشاور عليها بالسهم قبل ما ندخل السباينال كورد دي اسمها دورسال روت جانجليا. كلنا عارفين انه اي تجمع من السيل بوديز او اتسايد CNS هسميه جانجليون.
واي تجمع من السيل بوديز جوه السي ان اس هسميه نيوكليوس. طيب ده تجمع من السيل بوديز اوتسايد سي ان اس هسميه ايه؟ جانجليون. طب ليه سميتيها دورزا روت؟ عشان هي ناحيه الدورزا روت بتاع السباينال كورد سيجمنتس، ناحيه الدورزا روت خلاص هي ورا، فسميناها دورزا روت جانجليون. الدورزا روت دي جانجليون فيها السيل بوديز الاكسونز بتاعتها بتطلع تتفرع لبريفرال برانش وسنترال برانش. السيل بودي موجود جوه الدورزا روت جانجليون، والاكسون يطلع يدي بريفرال برانش هو اللي جايب لي السنسيشن من الريسبتور، وسنترال برانش قريب من السباينال كورد وهو اللي هيخش عن طريق الدورزا روت يدخل الى السباينال كورد ويدخل السي ان اس. يبقى اولا ريسبتور، بعدين نوع الافرنت اي دلتا من الدورزا روت جانجليا ندخل للسباينال كورد عن طريق الدورزا روت لحد ما نوصل للبوستيريور هورن او الدورزا الهورن من الجري ماتر بتاع السباينال كورد، ونعمل ريلي ونسلم اول ريلي ونسلم لخلية تانية. هنسلم لخلية تانية فين بقى؟ مكان اول ريلي في الدورزا الهورن في الجري ماتر بتاع السباينال كورد في منطقة اسمها المين سنسوري نيوكليوس. المين سنسوري نيوكليوس السنسوري سيلز بتاعتها بتقابل مع الفيرست اوردر نيورون اللي ابتدت الباسوي، وبتكمل هي قدام تعدي قدام السنترال كانال لحد ما توصل للفنترال كولوم من السباينال كورد. يبقى هو دخل عن طريق الدورزال روت وعمل ريلي في الدورزال هورن فين؟ في المين سنسوري نيوكليس، وخلايا المين سنسوري نيوكليس كملت هي وعدت قدام السنترال كانال لحد ما وصلت للفنترال كولم من السباينال كورد. كلنا عارفين ان المناطق بتاعت الوايت ماتر اللي بره دي متقسمة الكولم، والجري ماتر متقسمة الهورنز، فهي عملت الريلي في الدورزال هورن وبعدين عدت السنسوري سيلز بتاعت المين سنسوري نيوكليوس، عدت وكملت هي قدام السنترال كانال لحد ما وصلت للفنترال كولم، ومن الفنترال كولم هتطلع وتكمل لحد ما توصل للسالمس كده ماشيه هي على الاوبوزيت سايد طبعا، لحد ما وصلت للبوسترو فينترو لاترال نيوكليوس اوف سالمس. مهمه قوي النيوكليوس دي لان تقريبا معظم السنسيشنز بتعدي عليها، ان ما كانتش كل السنسيشنز بتعدي على السالمس طبعا، وبتعمل ريلي فيها في النيوكليوس اسمها بوسترو فينترو لاترال نيوكليوس اوف سالمس. وكده انتهت السكند اوردر نيورون. يبقى انا ممكن اقول على النيرف سيل اللي ابتدت من اول اللي خدت لي من اول الريسبتور لحد ما عملت اول ريلي دي فيرست اوردر نيورون، وبعد كده اللي ابتدت من اول المين سنسوري نيوكليوس لحد ما وصلت للسالاموس عند البوسترو فينترو لاترال نيوكليوس دي اسميها السكند اوردر نيورون. شايفين الكروسنج هنا حصل فين؟ عديت للأوبوزيت سايد فين؟ في السباينال كورد. وعديت منين؟ من قدام السنترال كانال. يعني أي مشكلة هتضرب السنترال كانال هتأثر لي على السنسيشن ده لأنه معدي الفايبرز بتاعته معدية قدامها. فمهم قوي تعرف مكان الريلي ومكان الكروسنج. عدينا زي ما اتفقنا كده للأوبوزيت سايد وطلعنا، اسمنا ايه بقى؟ اسمنا فينترال عشان احنا طالعين من الفينترال كولوم اوف سباينال كورد، سباينو عشان احنا جايين من السباينال كورد، ثلامك عشان رايحين للسالمس. فينترال سباينو ثلامك تراكت. اخرها فين الفينترال سباينو ثلامك تراكت؟ اخرها عند البوسترو فينترو لاترال نيوكليوس اوف سالمس، او ساعات يقولوا بوسترو فينترال نيوكليوس اوف سالمس، بوسترو فينترال نيوكليوس اوف سالمس. وبعد كده السنسيشنز تكمل من السالمس وتوصل لمركز الإدراك الأعلى اللي هي السنسوري كورتكس، بيسموها إريا 3 و1 و2، سوماتو سنسوري كورتكس، المنطقة من السريبرال كورتكس اللي بتستقبل السوماتيك سنسيشن. خلاص يبقى لما تسأل الباثوي أو التراكت اللي شايل الكروت تاتش سنسيشن اسمه إيه؟ هقول فنترال سباينو سلامك تراكت. وفهمنا التسمية دي جت منين إيه؟ لو اتسألت عن نوع الريسبتور ادينا عرفناه، عن نوع الافرنت اي بيتا او اي دلتا، عن مكان الفيرست ريلي هيبقى المين سنسوري نيوكليوس، بعمل كروسنج فين هيبقى في السباينال كورد من قدام السنترال كانال. تمام؟ طيب
الكلام ده احنا قايلينه بالتفصيل في الشرح اللي قبل الرسمة، هو هقرا معاكم تاني عشان لو في اي مشكلة. الفيرست اوردر نيورون اي بيتا واي دلتا فايبر دخلت السباينال كورد عن طريق الدورسال روت زي ما اتفقنا. هنا بقى هو بيقول ان هي ممكن تدخل السباينال كورد وما تعملش ريلي في المين سنسوري نيوكلياس بتاعة نفس السيجمنت، ممكن تدخل السباينال كورد وتقوم طالعة فيو سيجمنتس او تنزل فيو سيجمنتس وتعمل ريلي في اي سيجمنت تاني، مش لازم في السيجمنت بتاعة نفس المستوى. ascend for two or three segments in the spinal cord، المهم ان هي في الاخر توصل وتعمل ريلي فين؟ في المين سنسوري نيوكليس، سنسوري سيلز بتاعة المين سنسوري نيوكليس في الدورزال هورن. الجري ماتر بتاعة السباينال كورد يا جماعة متقسمة إلى لامنة أو طبقات هيستولوجيكالي، بتوع الهيستولوجي قسموها لطبقات على حسب أنواع الخلايا اللي فيها، يعني لامنة، فلامنة 3 و 4 هي دي اللي موجود فيها المين سنسوري نيوكليس، دي معلومة برضو موجودة، يعني لامنة 3 و 4 أو الطبق رقم 3 و 4 هم اللي فيهم المين سنسوري نيوكليس. بس اهم حاجه عندي تعرف ان انا بعمل ريلي فين، كروت تاتش بيعمل ريلي اول حاجه في المين سنسوري نيوكليس اللي موجوده في الدورزال هورن. بعد كده يبتدي السكند اوردر نيورون من السنسوري سيلز بتاعه المين سنسوري نيوكليس وتقوم معديه كروس ميد لاين قدام السنترال كانال وتطلع في الاوبوزيت سايد لحد ما توصل للبوسترو فينترو لاترال نيوكليس اوف سالاموس، طالعه في صوره ايه بقى؟ فينترال سباينو ثلاميك تراكت. ثيرد اوردر نيورون ده بيطلع بقى من السلامس ولحد ما يوصل للسريبرال كورتكس، بيعدي من حته كده اسمها بوستيرو لمب اوف انترنال كابسول. طبعا انا مش عارفه التفصيله دي دلوقتي ملهاش لازمه ان احنا نقولها، بس خلينا اقول لك ان اعتبر ان في كابسول او اعتبرها بوابه، البوابة اللي بيعدي منها كل الفايبرز اللي جايبة السنسيشن ورايحة للسريبرال كورتكس، البوستيرو لمب اوف انترنال كابسول دي البوابة اللي بيعدي منها الفايبرز اللي جايبة السنسيشنز من الجسم ورايحة تقدمها للسريبرال كورتكس او السوماتو سنسوري كورتكس. وممكن على السكشن اللي جاي ابقى اجيب لكم صوره توضيحيه كده افهمكم بيها اكتر البوستيرو لامب اوف انترنال كابسول ده قصته ايه، بس عشان تبقى مركز اكتر معايا في التفاصيل الاساسيه للباسوي اللي هو الريسبتور، نوع الافرنت، بعمل ريلي فين، بعمل كروسنج فين، اسم التراكت ايه، اسم النيوكليس بتاعه السلامس ايه، وفي النهايه بوصل لفين. تمام. طيب How to test، وانا بتكلم عن ايه؟ انا بتكلم عن الكروت تاتش اللي هو البروتوباسيك سنسيشن ده، اللي هو مجرد التجربة بتاعتي دي لو اديت لها تعبير كده او سؤال حاسس ولا لا، مش مطلوب اي حاجة تانية. طب ازاي اعمل التست بتاع الكروت تاتش؟ ازاي اختبر الكروت تاتش سنسيشن؟ اول حاجة explain the test اللي هي الحاجات اللي قلناها في الجنرال بريكوشنز، فاكرينها ولا لا؟ اولا هشرح للعيان انا هعمل ايه، نمره 2 خلي العيان يغمض عينه explain the test close the patient eyes، نمره 3 اعمل التست بتاعي bilateral، انت هتشتغل على الايد اليمين بعدها على طول قصادها تعمل الايد الشمال على نصين الجسم symmetrical، النقطه والمكان اللي عملت له اختبار في النص اليمين بعد ما تخلصه هتروح على نفس النقطه في النص الشمال وتختبرها، يعني تفضل بالكمباريزن بالمقارنة ما بين نصفي الجسم. طيب سيمتريكال هتبتدي من الديستال للبروكسيمال way of the same strength زي ما اتفقنا. هعمل ايه بقى؟ كل انا هعمله ان انا هلمس جلد العيان بتاعي، هو طبعا مغمض عينيه، وانا هلمس جلد العيان بقطنة، قطعة من القطن رفلي كده، وكل اللي هطلبه منه حاسس ولا لا، if he feels or not، حاسس بحاجة ايوه، هل مطلوب يحدد مكان؟ لا، انا كده بعمل تيستنج لمين؟ للكروت تاتش. خلاص. نقطه كمان يعني تضيف لها في التست ده، انك هتقارن الكروت تاتش سنسيشن في الهيري بالنون هيري بارتس، وانت متوقع ان يكون افضل فين؟ في الهيري بارتس طبعا. طب وايه السبب؟ عشان موجود فيها نوعين الريسبتور، الفري نيرف اندنج والهير اند اورجان.
ده كده الكرود تاتش سنسيشن. يبقى الجزء الاولاني عندنا من السكشن انتهى باني عرفت الكلاسيفيكيشن بتاعت السنسيشن. عندي اربع انواع اساسيه: سوماتيك، سبيشال، فيسرال، واورجانيك. قسمت السوماتيك اكوردنج تو سنتر اوف بيرسبشن الى بروتوباثيك وابيكريتيك، اكوردنج تو سايت اوف ريسبتور الى سوبرفيشال وديب وميكسد، اكوردنج تو تايب او الموداليتي لميكانيكال وثيرمال وبين. خدت الميكانيكال قسمته الى تاكتايل وبروبريسبتيف. التاكتايل قسمته الى تاتش وبريشر وفايبريشن وستيريوجنوزس، والبروبريسبتيف ده يا اما مع الثبات سنس اوف بوزيشن يا اما مع الحركه سنس اوف موفمنت. ابتديت باول حاجه بالتاكتايل سنسيشن، اخدت التاتش وخدت اول نوع فيه اللي هو الكرو تاتش كبروتوباثيك سنسيشن بيرسيفد على مستوى الثالاموس، doesn't need the integrity of cerebral cortex، والريسبتور بتاعته فري نيرف اندنج وهير اند اورجان، وبيتشال على الفنترال سباينوثالاميك تراكت. وعرفت هاو تو تيست، ازاي اعمل التيست بتاعه. الجنرال بريكوشن لازم ما ننساهاش في اي تيست هنعمله: اكسبلين ذا تيست، كلوز ايز، دو ذا تيست بايلاترال سيمتريكال سيستماتيك اند اوف ذا سيم سترينث. هعمل التيست ازاي؟ مجرد حاسس ولا لا، اف هي فيل اور نوت، المس السكين بقطنه واساله هو حاسس ولا لا، وما ننساش نقارن الهيري بالنون هيري بارتس. الجزء الثاني من السكشن بيتكلم عن الفاين تاتش، اللي هتكلم فيه بقى عن تجارب سهلة قوي ومحتاجة بس شوية تركيز. الفاين تاتش عندي بيشمل التكتايل لوكاليزيشن، يلا حدد مكان حاسس فين. مرة دي ارتقيت شوية بالسنسيشن من مجرد حاسس ولا لأ إلى حاسس ولا لأ وحاسس فين. تكتايل لوكاليزيشن، the ability of the subject to localize exactly the touched point with his eyes closed. مقدرة الشخص ان هو يقدر يحدد بالظبط النقطة اللي تلمس فيها وهو عينه مغمضة. الميزة ان يكون عينيه مغمضين لانه هيشوفك، لو عينه مفتحة هيشوفك لمسته فين وهيحدد النقطة. خلاص، ازاي اعمل تجربة للتكتايل localization؟ اولا الجنرال بريكوشنز اللي قلناها من شوية. تاني حاجة، هدي للعيان ماركر بنسل في ايده كده مثلا بلون احمر، خلاص وهو مغمض عينيه ومعاه في ايده مثلا اختبر الايد الشمال وهو معاه في ايده اليمين القلم الاحمر ده وهو مغمض عينه، وانا معايا قلم تاني لونه ازرق وهلمسه في نقطة بالقلم الازرق ده، وهطلب منه وهو قافل عينيه انه يحاول يلوكالايز اكزاكتلي النقطة اللي لمسته فيها، يحدد بقى بالقلم الاحمر اللي معاه ده النقطة اللي اتلمس فيها فين بالظبط. خلاص، طبعا هيبقى عندي كده نقطة انا حددتها ونقطة هو حددها، ممكن يحددها اكزاكتلي، ممكن يبقى النقطتين على بعض بالظبط، وممكن يكون بعيد شوية عن النقطة الاصلية اللي انت لمسته فيها، يعني في مسافة كده مسموحة للخطأ، هكلمك عنها وبوضوح اكتر لما اقول التجربة الجاية. يبقى الاولانيه دي تاكتايل لوكاليزيشن، كل اللي مطلوب فيها تعرفها ان هي مقدره الشخص انه لوكاليز، تخيلوا ان دي ability to localize هي من اسمها اصلا، exactly the touched point with eyes closed، منساش with eyes closed. طيب رقم 2 في الفاين تاتش حاجه اسمها تاكتايل discrimination او differentiation او two point discrimination. يعني ايه؟ انت دلوقتي خدت في الكروت تاتش حاسس ولا لا، وبعدين خدت في التكتايل لوكاليزيشن حاسس فين. المرة دي انا هلمس العيان او الشخص في نقطتين في نفس الوقت، والمطلوب منه انه يقول لي حاسس اللمسة بتاعتي دي حاسسها كأنها نقطة واحدة ولا فعلا حاسسهم نقطتين. بالتعريف بتاع التكتايل ديسكريمينيشن او تو بوينت ديسكريمينيشن، the ability of the subject or the person to feel and يحس two points of the skin touched simultaneously، نقطتين من الجلد لمسناهم at the same time، يحسهم as two separate points، يحسهم نقطتين منفصلتين مش نقطة واحدة. provided that، ولازم يكون عينيه مغمضين his eyes are closed زي ما اتفقنا، والمسافة ما بين النقطتين اللي انت هتلمسه فيهم في نفس الوقت دول تكون اكتر من threshold distance. تاني، the ability of the subject to feel two points of the skin
touched at the same time as two separate points. يحس نقطتين اتلمسوا في نفس الوقت يحسهم كنقطتين منفصلتين. وعينيه مغمضة وانت كمان المسافة بين النقطتين دول تكون اكتر من threshold distance، يعني في مسافة معينة ما تقلش عنها، لان انت لو قلت عنها هيحس النقطتين كنقطة واحدة. هو ايه ده؟ يعني ايه threshold distance دي؟ threshold distance of two point discrimination اقدر اقول عليها ان هي اقل مسافة عندها الشخص يقدر يحس نقطتين لمستهم على السكن كنقطتين منفصلتين مش نقطة واحدة. The minimal distance that the person can feel two stimulated points simultaneously، نقطتين لمستهم في نفس الوقت يحسهم ك two separate points with eyes closed، دي بسميها threshold distance. ال threshold distance دي هي المسافة اللي أقل منها هيحس النقطتين دول اللي انت لمسته فيهم في نفس الوقت هيحسهم نقطة واحدة. وكمان هي دي المسافة اللي بحكم بيها في التجربة اللي فاتت بتاعت التكتايل لوكاليزيشن مسافة الخطأ المسموحة قد ايه، يعني حدد لي هو اتلمس فين. طيب ما حطش النقطة عن نقطة بالظبط، طب المسافة ما بين النقطتين قد ايه، طب مسموح بقد ايه. يعني العوامل اللي هتحدد لي المسافة المسموح بها للخطأ في التكتايل لوكاليزيشن هي نفس العوامل اللي هتحدد لي الثريشولد ديستانس في التكتايل ديسكريمينيشن. انا عايز ايه في التجربة دي؟ انا عايز العيان يحس نقطتين انا لمستهم في نفس الوقت يحسهم نقطتين منفصلتين. لو هو سليم وما عندوش حاجة والمسافة ما بين النقطتين اكتر من الثريشولد ديستانس هيحسهم نقطتين. طب هو ممكن يبقى سليم والمسه في نقطتين في نفس الوقت ويحسهم نقطة واحدة؟ لو المسافة ما بينهم اقل من threshold distance. يبقى threshold distance هي ايه؟ هي minimal distance، وقوم حاطط وراها التعريف بتاع tactile discrimination. اقل مسافة عندها الشخص يقدر يحس نقطتين حصل لهم stimulation في نفس الوقت كنقطتين منفصلتين بشرط ان يعني تكون ايه؟ closed. طيب هما وجدوا ان المينيمال ديستانس دي او ثريشولد ديستانس دي تعريفها مهم جدا في العملي. تعريف ثريشولد ديستانس مهم جدا. لقوا ان هي بتكون قليله في الديستال بارتس اوف فينجرز، اطراف الاصابع مثلا نلاقيها الثريشولد ديستانس دي اقل مسافه 2 ملي، وتبتدي تطول شويه يعني على الباك بتاع الهاند تلاقيها مثلا توصل 4 ملي. على الباك بقى بتاع النك او الباك الظهر، على منطقة الظهر او الباك بتاع النك توصل لاربعة سنتي، يبقى نلاقيها 2 ملي في الديستال بارتس اوف فينجرز، ولاقيها تزيد قوي قوي 4 سنتي 4 سنتي ان ذا باك. ليه بقى؟ ليه؟ تعال اقول لك ليه. لان منطقة التيبس اوف فينجرز فيها عدد اكتر من الريسبتورز، more number of receptors، فيها عدد اكبر من الريسبتورز تنقل السنسيشن، يعني ممكن المسافة الصغيرة دي فيها عدد من الريسبتورز تتحفز. ممكن انا بقى المسافة الاتنين ملي دي ملاقيش فيها ريسبتورز اصلا على الباك، تقدر تستقبل السنسيشن وتوصله لي كنقطتين منفصلتين. كل ما كان عدد الريسبتورز اكتر كل ما كانت المسافة او threshold distance اصغر، كل ما كانت الاكيوتي بتاعت السنسيشن احسن. More number of receptors. نمرة 2 number of afferent from the area. كل ما كان عدد الافرنتس اللي جاية واخدة السنسيشن من الريسبتورز كتير كل ما كان السنسيشن افضل والاكيوتي بتاعته احسن، وكل ما كانت الثريشولد ديستانس دي اقل، عدد افرنتس اكتر. انتوا متخيلين ريسبتورز كتير وافرنتس واخدة كتير، تحس ان ايه في تخصص كده، في خصوصية، كأن السنسيشن كل نقطة كل ملي كل ريسبتور مطلع على افرنت لوحده، شدة للسنسيشن واضحة جدا، قوة السنسيشن واضحة جدا. فثريشولد ديستانس تقل، يبقى كل ما كان عدد الريسبتورز كتير وده متوفر في التيبس اوف فينجرز، وكل ما كان عدد الافرنس اللي جايبة السنسيشن من الريسبتورز كتير برضو وده متوفر في التيبس اوف فينجرز. نمرة 3
area of representation, more area of representation in cerebral cortex. كل ما كانت المنطقة اللي انت هتعمل عليها التست بتاعك الممثلة بمساحة كبيرة في السيريبرال كورتكس او في السوماتو سنسوري كورتكس، كل ما كان برضو الثريشولد ديستانس تقل وتصغر، والاكيوتي بتاعت السنسيشن تكون احسن واحسن، والشخص يقدر يحس النقطتين نقطتين منفصلتين من على مسافات قريبة جدا. ده معناه ان السنسيشن شدته وحدته اكبر واحسن. يبقى هيحدد لي الثريشولد ديستانس نمرة واحد عدد الريسبتورز، نمرة اتنين عدد الافرنت اللي جاية من المنطقة اللي انت شغال عليها، نمرة تلاتة مساحة الاريا اوف ريبريزنتيشن في السريبرال كورتكس، نمرة اربعة كونفيرجنس along the pathway. تعال افهمك كده قصة الكونفيرجنس دي اكتر. بص كده، المفروض ان انا هختبر التكتايل ديسكريمينيشن عن طريق كومبس برجل كده له نهايتين زي ما احنا شايفين، وما بينهم بقى بنبعد وبنقرب وبنغير المسافة براحتنا. دلوقتي انا لما المس السكن، الدايرة بتاعتي دي بتمثل لي منطقة من السكن، لما المسه في نقطتين الصورة رقم ايه بتقول ايه بقى؟ بتقول ان انا عندي many primary sensory neurons converging onto a single secondary neuron. بصوا كام افرنت جايب من منطقة السكن، كتير، بس عاملين convergence وعاملين relay على نفس السنسوري نيورون رقم اتنين، متجمعين عدد كبير جدا متجمع على نفس السنسوري نيورون، على نفس السكندري نيورون. ده اسمه convergence. لما يكون عدد كبير هيسلم او هيعمل relay لعدد اقل اسميه convergence، والعكس اسمه divergence، لما عدد قليل يسلم لعدد كبير ويوزع بيسموه divergence، بيسموه divergence. يبقى هنا اللي حصل ايه؟ حصل convergence في الصورة رقم ايه، عندي عدد كبير من primary sensory neurons عملت convergence على single secondary neuron. The two stimuli will be perceived as a single point because both stimuli fall within the same receptive field. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، النقطتين بتوع البرجل عملوا stimulation لنقطتين في نفس الريسبتيف فيلد، يعني في الاخر رايحين على افرنت واحد تقريبا، منطقه سبلايد بسنجل افرنت. ما قدرتش اعمل ستيميوليشن بالمسافه اللي ما بين النقطتين دول، ما قدرتش اعمل ستيميوليشن لمنطقتين سبلايد باي تو افرنتس، افرنتس مختلفين. ده نفس الافرنت مش هيبعت لي اكتر من اشاره واحده، يعني انا هحس ايه؟ هحسهم نقطه واحده. انا كده عامل ستيميوليشن لنقطتين بس، السنسيشن او الافرنت اللي هياخد من النقطتين دول هو نفس الافرنت، هو نفس الافرنت. البرايمري سنسوري نيورون بعدت لسنجل افرنت، لنفس الافرنت عشان يوصل للسيريبرال كورتكس، فهترجمها ان التو ستيمولاي دول هو نقطه واحده، هحسهم نقطه واحده. بص بالمقارنه كده بي في ايه بقى، منطقه السكن الاخضر والرصاصي، الدوائر الخضراء والرصاصي دي طالع منها البرايمري سنسوري نيورونز بعدد كان كل واحده طالع منها السنسوري نيورون الخاصه بيها، ومديه لسكندري سنسوري نيورون خاصه بيها برضو، منتهى الخصوصيه. يبقى كده اقدر ابقى سبيسيفيك اكتر كده، ساعتها لما اعمل ستيميوليشن لمنطقتين من دول بالنقطتين في نفس الوقت احسهم نقطتين منفصلتين، لاني مسلم لتو افرنس مختلفين. فهمنا كده؟ يبقى المسافة ما بين النقطتين اللي انت هتعمل بيهم السيميوليشن لجلد العيان فيحسهم نقطتين او يحسهم نقطة واحدة، هتختلف من مكان للتاني على حسب عدد الريسبتورز اللي موجودة، عدد الافرنس اللي طالعة من المنطقة دي، درجة الكونفيرجنس اثناء الباسوي، وعلى حسب منطقة تمثيلها على السوماتو سنسوري كورتكس. الجسم كله ممثل اصلا على السوماتو سنسوري كورتكس، كل الجسم موجود عليها، وكل ما كانت المنطقة ذات اهمية اكتر في السنسيشن كل ما كانت منطقة تمثيلها في السيريبرال كورتكس اكبر واكبر. عشان كده هلاقي التبس بتاعت الفينجرز اكثر حساسية من الباك. ليه؟ فيها عدد ريسبتورز اكتر، فيها عدد افرنس اكتر،
المنطقة المسؤولة عن تمثيل السنسيشن بتاع الفينجرز الموجودة في الصوماتو سنسوري كورتكس كبيرة جدا بالنسبة لمنطقة الباك الصغيرة جدا، ودرجة الكونفرجنس في الباسوي بتاع السنسيشن من الفينجرز او من التيبس بتاع الفينجرز، درجة الكونفرجنس فيها اقل، في سبيسيفيستي اكتر، افرنس كتيرة، والبرايمري سنسوري نيورونز بتدي لسكندري سنسوري نيورونز باعداد اكبر واكبر، مش بنتجمع كلنا على نفس السنسوري نيورون، فنحتاج ان المسافة توسع وتوسع. الصورتين لو بصيت عليهم كويس هتحس ان انت ايه فاهم احسن، يعني في الصورة ايه تحس ان انت عايز تفتح بقى البرجل اكتر عشان تقدر تطول منطقة تانية بعت الافرنت تاني مختلف عن ده عشان يبتدي العيان يحسهم نقطتين. لكن في الصورة رقم بي لا، المسافة هنا ممكن تضيق عن كده كمان وتقدر برضو العيان يقدر يحسهم نقطتين منفصلتين. خلاص، يبقى اللي انا عايز اطلع بيه من الموضوع ده ان threshold distance of two point discrimination او حتى المسافة المسموح بها للخطأ في التكتايل localization هتتحدد على اساس عدد الريسبتورز في المنطقة، عدد الافرنس، المساحة او الاريا اوف ريبريزنتيشن في السيريبرال كورتكس، ودرجة الكونفرجنس along الباسوي زي ما فهمنا من الرسمة، ان شاء الله نكون فهمناها باذن الله. كل ما كان عدد الريسبتورز اكتر، كل ما كان عدد الافرنس اكتر، الاريا اوف ريبريزنتيشن اكبر، درجة الكونفرجنس اقل، كل ما كانت الثريشولد ديستانس اصغر والاكيوتي بتاعت السنسيشن احسن واحسن. عشان كده هلاقيها قليلة في الديستال بارتس اوف فينجرز، هلاقيها كبيرة جدا توصل لأربعة سنتي في الباك. على التب بتاع التونج بتبقى حوالي واحد ملي، على اللبس بتبقى حوالي اتنين ملي، على الديستال بارتس اوف فينجر حوالي اتنين لتلاتة ملي، على الباك بتاع الهاند حوالي من تلاتة اربعة ملي مليمتر. لكن عندك بقى على الباك نفسه او على الظهر او الباك اوف نيك بتوصل لاربعة سنتي. تمام؟ طيب، عرفت انا بستخدم ايه في التكتايل ديسكريمينيشن؟ بستخدم بلانت اندد كومباس، بستخدم كومباس برجل يكون نهايته ما هياش حادة عشان ما بقاش ساعتها دخلت في اختبار سنسيشن تاني اللي هو البين، ما عملش بين بيها للعيان. يبقى الأداة اللي هستخدمها هنا هي blunt ended compass. اللي استخدمتها في التكتايل localization كان ماركر بنسل، اللي استخدمته في الكروت تاتش كان قطنة بيس اوف كوتون. يبقى أنا عرفت تعريف التكتايل localization، the ability of the subject to localize with closed eyes، تعريف التكتايل discrimination، the ability of the subject to feel two points of skin touched simultaneously أو at the same time يحسهم as two separate points. ما تنساش الشرطين الأساسيين، إنك تكون عامل المسافة ما بينهم أكتر من threshold distance، ويكون العيان مغمض عينيه. وما ننساش يعني إيه threshold distance وإيه هي العوامل اللي هتحدد لي المسافة دي من مكان للتاني. زي ما احنا شايفين كده، المفروض إن أنا ببتدي بالبرجل بتاعي أو بالكومبس ده وهو مقفول، وبعدين أبتدي أفتح ملي بملي. ها، حاسس نقطة ولا نقطتين؟ يبقى السؤال هنا بقى، حاسس نقطة ولا نقطتين؟ يبقى أنا ابتديت بحاسس ولا لأ في الكروت تاتش. حاسس فين؟ في تكتايل لوكاليزيشن. حاسس نقطة ولا نقطتين؟ تكتايل discrimination. بستخدم ايه في الاداة بتاعتي؟ بستخدم blunt ended compass، ببتدي بيه هو مقفول وافتح ملي بملي، والعيان مغمض عينه واسأل العيان you feel two points or single point، حاسس بايه؟ انا لمسك في نقطة واحدة ولا في نقطتين؟ وابتدي احدد على اساسها. خلاص، حتى المسافات هنا مكتوبة زي ما احنا قايلين اهوت، من 2 ل 4 في التب بتاع الفينجر، وحوالي 1 ل 2 ملي في التب بتاع التونج، وتوصل لحوالي من 4 ل 6 سنتي في الباك بتاع النك. التست رقم 3 في الفاين تاتش بعد التكتايل لوكاليزيشن والتكتايل ديسكريمينيشن اسمه ستيريوجنوزس. كلمة ستيريو يعني مجسم، وجنوزس يعني ريكوجنيشن. فمقدرة الـ patient أو الـ person أو الـ subject to recognize أن يقدر يتعرف على familiar object، حاجة بالنسبة له مألوفة شافها قبل كده، يقدر يتعرف عليها من خلال شكلها،
درجة حرارتها، التكشر بتاعها، وزنها، وعينيه مغمضة، ده اسمه stereognosis. The ability of the person to recognize familiar objects from their shape, temperature and texture with closed eyes. يعني مثلا أنا ممكن أعمل هنا إيه؟ البريكوشنز العادية بتاعتي، خلي العين يغمض عينه، أشرح له الأول هعمل إيه، يغمض عينيه وحط له في إيده مثلا مفتاح زي ما احنا شايفين الصورة كده، أو قلم أو أي حاجة يكون هو بالنسبة له عارفها وحافظها، وأطلب منه من خلال اللمس إنه يتعرف على الحاجة اللي موجودة في إيده دي. ده اسمه إيه؟ stereognosis. stereognosis من ضمن الميكسد سنسيشن، لان زي ما احنا بنقول كده هيتعرف عليه من خلال اللمس، من خلال درجه حرارته، من خلال تقله ووزنه في ايده. يعني محتاج الريسبتورز بتاعه التاتش تكون شغاله، بتاعه البريشر، بتاعه التمبريتشر، الاسترتش ريسبتورز بتاعه العضلات، مجموعه من الريسبتورز هتتعاون مع بعض عشان يقدر الشخص يتعرف على الفاميليار اوبجكت ده باللمس وهو مغمض عينيه. فالستيريوجنوزس هعتبره من ميكسد سنسيشن، عشان كده بقول ميكسد سنسيشن في التقسيمه بتاعه السوماتيك سنسيشن اكوردنج تو سايت اوف ريسبتور. فاين تاتش كان فيها تاكتايل لوكاليزيشن، ذا ابيليتي اوف ذا سبجكت تو لوكاليز اكزاكتلي تاتشد بوينت وذ كلوزد ايز. كان فيها تاكتايل ديسكريميشن، ذا ابيليتي اوف ذا سبجكت تو فيل او تو ديسكريمينيت تو تاتشد stimuli applied simultaneously to the skin as two separate points، كنقطتين منفصلتين، provided that العيان مغمض عينيه والمسافة ما بين النقطتين دول more than threshold distance. ايه هي العوامل اللي هتحدد لي threshold distance دي؟ عدد الريسبتور، عدد الافرنت، درجة الكونفرجنس، والمساحة بتاعت الريبريزنتيشن بتاعت المنطقة دي على السيريبرال كورتكس. نمرة 3 في الفاين تاتش هو الستيريوجنوزس، the ability of the person to recognize familiar objects، يتعرف عليها بس يكون حاجة بالنسبة له معروفة، مش يكون عمره ما شافها، من خلال شكلها، درجة حرارتها، التكستشر بتاعها، تقلها أو وزنها. فبيحتاج مجموعة من الريسبتورز مختلطة superficial وديب تساعده في التعرف على الأوبجكت، عشان كده بعتبره mixed sensation. طب يا ترى مين الباسوي اللي بيشيل الفاين sensations دي اللي هي التكتايل localization discrimination stereognosis؟ pathway of fine touch كالعادة هنبتدي بالريسبتور. بص معايا على الصورة دي، دي اخر حاجة ان شاء الله معانا النهاردة. ابتدي بالريسبتور بتاعي بتاع الفاين touch، ميزنرز كورباسل وميركل ديسك، عشان ما ننساهاش هنحاول برضو زي يعني حاول نفكر نفسنا كده بأي حاجة. الكروت touch، كروت تاتش كان تو اندنج، هير اند اورجان وفري نيرف اندنج. الفاين تاتش هقول تو ام، تو ام ميزنرز كورباسل اند ميركلز ديسك، ميزنرز كورباسل اند ميركل ديسك. تاني حاجه نوع الافرنت ايه؟ اي بيتا، اي بيتا. في الكروت تاتش كان اي دلتا وممكن اي بيتا، A دلتا ده الأساسي وممكن A بيتا. نوع الأفرنت هنا في الفاين تاتش A بيتا. مقصود إيه بالفاين تاتش؟ الثلاثة اللي احنا قلناهم، التكتايل لوكاليزيشن، تكتايل ديسكريمينيشن، وستيريوجنوزس. عرفت نوع الريسبتور ميزنرز وميركل، نوع الأفرنت A بيتا، وبعدين نمر بنفس المحطة اللي هي الدورزال روت جانجليا، وبعدين هندخل السباينال كورد برضو من خلال الدورزال روت او البوستيرور روت، وبعدين ندخل السباينال كورد نوصل للدورزال كولم. الدورزال كولم على السيم سايد زي ما احنا شايفين كده، ما عملناش كروسنج، خلي بالك من الحته دي. يبقى في الباسوي بتاع الفاين تاتش انا ما عملتش كروسنج في السباينال كورد، انا طلعت في الدورزال كولم، كولم عشان ده الدورزال كولم بتاع الوايت ماتر بتاع السباينال كورد، طلعت في الدورزال كولم بتاع نفس الناحيه. طيب هطلع لحد فين؟ الفيرست اوردر نيورون بتاعتي اللي ابتدت من عند الريسبتور هتطلع وتكمل جوه السباينال كورد، وهيبقى اسمها دورسال كولم تراكتس. غريبه مع انها طالعه من دورسال كولم، يعني يبقى هي متسميه على ايه؟ متسميه على اسم دورسال كولم اللي هي طالعه منه وماشيه فيه. دورسال كولم تراكتس او اسمها بقى التاني، انا عندي تراكتين، جراسيل اند كونييت تراكتس.
جراسيل اند كونييت تراكتس. الجراسيل تراكت هي اللي شايله الفاين سنسيشنز من اللور هاف اوف ذا بودي، والكونييت تراكت هي اللي جايبه الفاين سنسيشن او الفاين سنسيشن من الابر هاف اوف ذا بودي. يبقى هما اتنين تراكت في الاصل، جراسيل اند كونييت. هلاقي الجراسيل تراكت ميديالي هي اللي دخلت الاول، السباينال كورد هي اللي جايبه السنسيشن من اللور هاف اوف ذا بودي، بتخش الاول وبتطلع هي ميديالي، وبتلحقها الكونييت تراكت فبتبقى هي لاترالي. تاني فيرست اوردر نيورون بتاعي من الريسبتور ميزنرز كورباسل وميركل ديسك دورزال روت جانجليا، ادخل عن طريق الدورزال روت لما اوصل للدورزال كولم على السيم سايد على نفس الناحيه، وهطلع على السيم سايد دورسال كولم تراكتس اللي هي جراسيل اند كونييت تراكتس، لحد ما اوصل وينتهي الفيرست اوردر نيورون بتاعي في المدلة اوبلونجاتا، وهعمل اول ريلي في المدلة اوبلونجاتا عند الجراسيل اند كونييت نيوكلياي. يبقى هم عملوا ريلي فين؟ الجراسيل تراكت هتعمل ريلي في الجراسيل نيوكليوس، والكونييت هتعمل ريلي في الكونييت نيوكليوس في المدلة اوبلونجاتا. وبعدين من الجراسيل والكونييت نيوكلياي هيحصل كروسنج للأوبوزيت سايد في المدلة أوبلونجاتا. هنا بقى الكروسنج، يبقى في الكروت تاتش الكروسنج كان حصل في السباينال كورد بعد ما عملنا ريلي في المين سنسوري نيوكليوس في الدورسال هورن، عدينا من قدام السنترال كانال، وصلنا للفنترال كولوم، وطلعنا على الأوبوزيت سايد. في الفاين تاتش الجراسيل والكونييت تراكتس طلعوا على نفس الناحية وعملوا ريلي في المدلة أوبلونجاتا، والكروسنج للأوبوزيت سايد هيحصل برضو بس في المدلة أوبلونجاتا. من الجراسيل والكونييت نيوكلياي كروسنج للأوبوزيت سايد المدلة أوبلونجاتا، ونطلع السكند أوردر نيورون يوصل لحد فين؟ لحد نفس النهاية بتاعت الكروت تاتش، البوسترو فينترو لاترال نيوكليس أوف ثالاموس، ومنها للسوماتو سنسوري كورتكس. الباسوي بتاع الفاين تاتش اسمها ايه؟ اسمها الدورسال كولم تراكتس او جراسيل اند كونييت تراكتس. يبقى مقارنه تاني سريعه في ما بين الباسوي بتاع الكروت تاتش والفاين تاتش. الكروت تاتش الريسبتور بتاعته كانت هير اند اورجان وفري نيرف اندنج، الفاين تاتش ميزنرز كورباسل وميركل ديسك. نوع الافرنت في الكروت تاتش اي دلتا او اي بيتا، نوع الافرنت في الفاين تاتش اي بيتا. الكروسنج في الكروت تاتش هيحصل في السباينال كورد قدام السنترال كانال، الكروسنج في الفاين تاتش بيحصل في المدلة أوبلونجاتا. الفيرست ريلي أو نهاية الفيرست أوردر نيورون في الكروت تاتش كانت في المين سنسوري نيوكلياس جوه السباينال كورد في الدورزال هورن. نهاية الفيرست أوردر نيورون بتاعة الفاين تاتش هتبقى في المدلة أوبلونجاتا إن جراسيل أند كونييت نيوكلياي. تمام كده؟ يبقى دي الفروق ما بين الكرود والفاين تاتش باسوي. ما ننساش اسم التراكت بتاعت الكرود تاتش فينترال سباينو ثلاميك تراكت، اسم التراكت بتاعت الفاين تاتش دورسال كولم تراكت لان احنا طالعين من الدورسال كولم اهو بتاع السباينال كورد، او اسمها جراسيل اند كونييت تراكت لان نهايتهم هتبقى ريلي في الجراسيل اند كونييت نيوكلياي. منساش الجراسيل تراكت جايبه الفاين سنسيشن من اللور هاف اوف ذا بودي، كونييت تراكت جايبه الفاين سنسيشن من الابر هاف اوف ذا بودي. يبقى لما تسال على الكرود او الفاين تاتش هتسال على الباسوي، اسم التراكت اللي بتشيلهم، اسم الريسبتور، نوع الافرنت، بيحصل كروسنج فين، وهل بنعدي للاوبوزيت سايد في السباينال كورد او في المدلة اوبلونجاتا زي ما شوفنا كده. اهم حاجة اسم التراكت والريسبتور يا جماعة، اهم حاجة اسم التراكت والريسبتور، ونحفظ اسم النيوكليس بتاعة الثالاموس دي زي اسمنا البوسترو فينترو لاترال نيوكليس اوف ثالاموس. تمام، اخدت النهاردة الكروت تاتش حاسس ولا لا، هلمس بقطنه وهسأله حاسس ولا لا، اخدت تكتايل لوكاليزيشن حاسس فين، هحدد نقطة بماركر بنسل على ايده وهو اطلب منه بماركر بنسل معاه انه يحدد لي هو اتلمس فين بالظبط، الكلام ده كله هو مغمض عينيه. اخدت تكتايل ديسكريمينيشن برضو العين مغمض عينه، هلمسه في نقطتين في نفس الوقت وهسأله اذا كان حاسس نقطة ولا نقطتين، والمسافة ما بين النقطتين دول لازم تكون اكتر من الثريشولد ديستانس، بمعنى انه لو المسافة اقل من الثريشولد ديستانس والشخص حتى مش عيان
هيحس النقطتين نقطة واحدة، يعني ممكن يكون سليم وانت من خطأ منك انت يحس النقطتين نقطة واحدة، لانك ما حسبتش انه المسافة ما بين النقطتين تكون اكتر من threshold distance. تالت حاجة كانت الستيريوجنوزس، the ability of the subject to recognize a familiar object يقدر يتعرف عليه من خلال درجة حرارته أو اللمس أو وزنه أو التكستشر بتاعه كده يعني. واتفقنا ان ده هيبقى mixed sensation. ما تنساش الباسوي بتاع الكروت تاتش، ventral spinosalamic tract، الباسوي بتاع الفاين تاتش، dorsal column tracts أو gracile and cuneate tracts، التكتايل لوكاليزيشن وديسكريميشن وستيريوجنوزس دول تبع الفاين تاتش ونفس الباسوي اللي هو الدورسال كولم تراكس. اتمنى يكون السكشن اتفهم يعني وكان خفيف عليكم شويه، معلش الاسامي ممكن تكون صعبه شويه او جديده، بس انا معاكم في اي اسئله تحبوا تحددوها في اي وقت ممكن نجاوبها ان شاء الله مع بعض. اي نقطه مش واضحه بلغوني بس بيها وانا اعيد لكم اللي انتوا عايزينه ان شاء الله. شكرا.